ما قلتليش يا سامي كان شكله ايه؟ سواق التاكسي؟ لا المهرجان. كويس مش بطال يعني. مادام قلت كويس ويعني مش بطال يبقى ما عجبكش. طب بطلي لماضة بقى. اه انتوا كده يا نقاد، لما تخافوا تقولوا رأيكم بصراحة تقولوه على مرتين، مرة وحش ومرة كويس. الكلام ده شكله هجوم، مش فاهمك انت في افلام الموجة الجديدة. نفسي مرة ناقد يقول رأيه بصراحة، يقول مرة رأيه بصراحة، يقول مش فاهم، مش فاهم بيقولوا ايه في الافلام دي. طب بلاش طولة لسان بقى. عشان اخويا مش عشان ناقد حقك عليا، وعشان اصالحك هعمل لك سندوتش. ميرسي يا منى، انا اكلت في الطيارة، لو عندك حاجة حلوة يا بقدر. في معالي. ملح. اقول له معالي يقول لي ملح. تاكل معالي يا استاذ؟ انت اللي عاملاها؟ طبعا. طب هاتيها وهاتي تليفون معاه. المناسب عشان اكلها من هنا واطلب الاسعاف من هنا. الله يسامحك، ما هو القريح بيشم الباشا وانا باشا. يا احلى باشا اختي في الدنيا. علينا نعمل وجه للخطيبك ده، ولو انه صاحبي وزميلي لكن ما عندوش نظر. ليه بقى؟ لانه خطبني؟ لانه ما اتجوزكيش لحد دلوقتي. الو. ايوه يا فندم. مين؟ لا النمره غلط. اما انت قليل ادب صحيح. اهو انت بقى. ايه؟ الناس تطلب النمره غلط، وبدل ما تعتذر تقوم تشتم. النبي تلاقيه دخل لما النمره جمعت، وبعدين تطلع له غلط. على فكره يا سامي، وطلقتك فاتت عليا من يومين. عايز ايه؟ مش عارفه، جابت معاها شويه كتب كده ورمتها لي، وقالت لي كتب اخوك اللي له في الشقه. لا فيها الخير والله. ولا خير ولا حاجه، مش متهيألي. الهانم هتتجوز يا سامي. بتضحك؟ اصل الطلاق ما بقاش طلاق حقيقي الا بالجواز التاني. حاجه غريبه. ولا غريبه ولا حاجه. مش ممكن، مش معقول. هو ايه اللي مش ممكن ومش معقول يا سامي؟ الحادثه دي. التحقيق في مصر على الدكتور رؤوف علوان. حادثه فظيعه، كل الجرايد بتتكلم عنها من امبارح. حادثه مين يا اما؟ انا قابلته. سامي. قابلته في مطار بيروت. مالك يا سمسم؟ من ساعتين بس لسه شايفه. سامي انا اعرف دكتور اعصاب كويس، تيجي نروح له؟ منى انا كنت بجري في مطار بيروت عشان الحق الطياره. ايوه. خبطته وقعته قومته كلمته. سامي الدكتور علوان مات اول امبارح في حادثه عربيه على جبل المقطم. مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ بقول لك ليه وجثته في العربيه تقول لي مش ممكن؟ جائز ده جائز حد شبهه يا منى، بس مش ممكن. انا شفته بشكله صوته كل حاجه فيه هي برضه يخلق من شبه 40. منى انا متاكد انه هو. انا لما عرفته ارتبك. ايوه كان مرتبك جدا وهرب منه عشان ما يتقنيش. خلاص 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 يبقى هو. انت بتاخدين على قد عالي. انا متاكد انه هو. انا بقى اللي متاكده انك لو خدت حمام سخن اعصابك هتهدى وهتنام من غير تهيؤات. انا هبلغ. هتبلغ مين؟ البوليس. انا بقى اللي هبلغ عنك مستشفى المجانين. صدقيني يا منى انا بتكلم جد. افرض ان لما الحادثه حصلت نجي منها بس فقد الذاكره. واول ما فقد الذاكره خد اول طياره وسافر بيها على بيروت. يا مؤمن يا مؤمن بقول لك لقي الجثه في العربيه. يمكن مش جثته. اظن البوليس يعرف اذا كانت جثته ولا لا. وبعدين لو ما كانتش جثته يكتبوا في الجرايد ليه انهم لقوها. سامي ما تسيبك من حكايه النقد دي وتكتب افلام بوليسيه احسن. منى ليه ما يكونش اللي فحص الجثه غير سامي هيتشكوك؟ اتفضل. ام علي. ايوه بكر، بخصوص المكالمه بتاع الصبح. ايوه موضوع الدكتور علوان. بتهيألي نبتدي بسين 42. عاوزك تجيب لي العدد الاخير من مجله الفنون، واذا اتكلم معاك مش مشكلتي، اتصرف انت معاه. مع السلامه.
انا سامي وهدان اللي كلمت من ساعتين وقلت له يبقى اتكلم تاني. بخصوص حادثه الدكتور علوان. لا انا ما شفتش الحادثه. انا شفت الدكتور علوان نفسه. دكتور علوان في بيروت مطار بيروت. حاضر هستنى هستنى ان شاء الله بكره الصبح. احنا ورانا ايه؟ ده خبر اسود سياده سكرتير التحرير. ده بدل ما تقول صباح الخير يا جلال. لا معرفش يا فندم جلال اكتر مني. قله ذوق. صباح الذوق. صباح الخير. مالك يا جلال مرتبك كده ليه؟ انا؟ انا مرتبك ولا حاجه. اصل معايا صور. معاك صور؟ ايوه حضرتك مصور صحفي. امال عايز يكون معاك ايه؟ صحيح انا مصور صحفي يبقى معايا. يبقى هو انا مرتبك ليه؟ مش عارف اسال نفسك. ايوه يا فندم اسال. جبان بطل جب بطل جب. الناس دي بتفرقعني ليه؟ سادس مره اطلبهم ويقولوا لي استنى لحظه على التليفون ولا حد يسال عني بعد كده. من غير ما اعرف الناس دي جدعان. لان اللي بيمشي وراك بيتطوح ورا الشمس. طب بطل لما جبت الصور؟ قصدك سرقتهم؟ طب ورهم لي. اتفضل. عشان الصور بتاعتك دي اختك كانت هتفضل عانس طول عمرها. بطل غالي. سكرتير التحرير كان هيقفشني متلبس، يعني كنت هطرد. وطبعا مش هتجوز وهصيح، هتلاقي فين اختك شاب وسيم غيري يتجوزها. ايه دول يا استاذ؟ دول صور عادية، فين صور الحادثة؟ مفيش. يعني ايه؟ يعني محدش عارف ان جنابه هيموت في حادثه على جبل المقطم عشان يروح يستناه ويصور الحادثه. بعد الحادثه يا بنادم. يوه على بال الخبر ما وصل الجريده كانوا شالوا الجثه وما فاضلش غير العربيه المحروقه. فين صور؟ هنصور عربيه محروقه. ايوه تصور عربيه محروقه. انا خايف لتكون الغباوه دي وراثه في عيلتكم. في عيلتنا احنا؟ الو. ايوه انا سامي وهدان. مين؟ فين؟ امتى؟ حاضر مسافه السكه. اتصل بمين هناك يا فندم؟ طب شكرا. ايه؟ هقابله هقابله يا جلال. هتقابل مين؟ القتيل؟ ايوه. معقوله دي؟ واحد عايش يقابل واحد ميت؟ ادخل. مقدم كمال حضرتك غلطان، معلوماتك غير صحيحه. انا اسف، اصل في الحقيقه هما اللي قالوا لي على الباب. انا مش شايف منظر حاجه تضحك بقى. الحقيقه انا مش المقدم كمال، انا العقيد كمال، لاني اترقيت من شهرين. سامي وهدان حضرتك بقى مش غلطان، معلوماتك صحيحة. Thank you.
لي بقى مزرجل ليه؟ منقوط منقوط من اللي عمله الجدع المجنون ده. مين؟ اخوكي طبعا. ده بلغ البوليس. انا كنت متاكده. انت عايزين تجننوني؟ اقول لك بلغ البوليس تقولي لي كنت متاكده. سكوت. يلا بروفا. والجدع ده كل ما يشوف وشي يقول لي بروفا بروفا بروفا. انت متهزني يا اخي. انا احب القرنف الابيض في الحقيقه. تعرف انه بيهدي الاعصاب؟ على فكره انا احب الاعصاب الهاديه. اصلا انا شيك قوي الجاكيت ده اللي انت لابسه. ممكن نتكلم في موضوع دكتور علوان؟ انا اللي اتكلمت في التليفون و كان قاسي قوي ناخدك الاخير في مجله الفنون. هو حضرتك مهتم بالفن؟ وانا صغير وقعت في غرام استر ويليامز ويمكن بسببها اتعلمت العود. قول لي هي لسه بتمثل؟ قصدك لسه بتعوم؟ اللي قال ان الفنان زي الشمعة بيتحرق عشان ينور لغيره كان عنده حق. زي ما تشوف حضرتك. خصوصا الستات. كم سنة بريق شهرة شباب وبعدين خلاص كل ده يتحول لذكرى. انت ساكت ليه؟ لما تخلص حضرتك كل الكلام اللي عندك هبقى اتكلم. انا خلصت اتفضل. بخصوص حادثة الدكتور علوان. افتكرت. اظن انت دلوقتي عايش مع اختك بعد ما اتطلقت من زوجتك الاولى. حضرتك عرفت منين ان انا اتطلقت؟ هو انت ما قلتليش؟ هو انا فتحت بقي بجملة كاملة لحد دلوقتي؟ متأسف. نخش بقى في الموضوع. انا متهيألي. ايوه نبتدي بقى في الموضوع من اول. متهيألي دي متهيألي عمر الشريف شهرته ابتدت تقل. ما هي يمكن. انا شخصيا ما اعرفش. على العموم لو حضرتك عايز تتاكد ممكن تساله هو عشان انا في الحاجات دي ما ايه اللي جاب عمر الشريف دلوقتي يا فندم؟ طبعا انت سبت المهرجان قبل ما يخلص ورجعت علشان تراجع كتابك الجديد. كان الله في العون. فرصه سعيده يا استاذ سامي. وموضوع دكتور علوان. دكتور علوان للاسف مات في حادثه. انت ما بتقراش جرايد؟ انا قابلته في بيروت. الجماعة الفنانين والنقاد دايما كده دايما سرحانين والغلط بالنسبة لهم احتمال اكيد. انا متأكد ان انا شفت الدكتور عنوان. وانا متأكد ان شفت جثة الدكتور عنوان. طب ليه حضرتك طلبت تقابلني لما انت واثق من معلوماتك؟ لان شغلتنا نسمع الناس ونريحهم. المهم جدا انك تقتنع ان الدكتور عنوان مات. ولما تقتنع هتهدى. ولما تهدى هتستريح. مع السلامة. سامي ايه رايك لو جيت معايا المشرحه ووريت لك الجثه؟ جثه؟ يا لهوي يا لهوي يا الدماغ. ايوه الدماغ تتأثر.
لكن ما يبقاش ليه وجود. صدقني يا عزيزي بتحصل كتير. طب ازاي عرفنا انها جثه رؤوف علوان كده؟ الجثه اللي قدامك دي وجدنا عليها ملابس رؤوف علوان وفي عربيه رؤوف علوان وتعرف عليها اصدقاء رؤوف علوان. لا طبعا غير البصمات. البصمات؟ طبعا لازم نطابق البصمات كمان. طب واللي انا شفته في مطار بيروت؟ الشبح يطلع من الشبح ده جاي. لو اتصل بيك واحد اسمه مفتاح بديني خبر. مفتاح؟ مفتاح مين؟ مسكين. الظاهر الانسان لما بيكبر في السن بيتصرف تصرفات غريبه. مش فاهم حضرتك تقصد مين؟ الدكتور علوان. ماله؟ في الفتره الاخيره كان له اصحاب مش من مركزه، تجار مخدرات، مدمنين، ارباب سوابق. مفتاح قطع من الاصناف دي. انا مندهش ازاي انسان بدرجته العلميه ممكن يعرض سمعته للخطر بصدقات زي دي. ممكن اعرف ايه علاقتي انا بمفتاح ده؟ صحيح، ايه علاقتك انت بيهم؟ بيهم؟ انت قلت مخدرات ومدمنين؟ مظبوط. ايه هو اللي مظبوط؟ اخر كتاب للدكتور علوان كان عن شفاء المدمنين. معقوله؟ لحظه من فضلك وقف هنا. رابع كتاب على ايدك اليمين، كتاب جلدته سودا. نعم. لو مديت ايدك اليمين تلاقيه على طول. حضرتك عرفت منين ان ده الكتاب اللي انا بدور عليه؟ انا اسمي شهيرة، شهيرة رؤوف علوان. بنت الدكتور رؤوف علوان؟ كل يوم بمر على البوليس من ساعة الحادثة ما حصلت. عرفت انك قابلت العقيد كمال بخصوص الحادثة. رفضوا يدوني معلومات أكتر من كده. اضطريت أتابعك أنت وكمال. لكن في الحقيقة أنا كنت قصدك أنت بالذات. يزعلك؟ لا أبدا. لكن الغريب أنهم رفضوا يخلوني أشوف الجثة. عندهم حق. شيء فظيع حقيقي. تفتكر أني من النوع اللي ممكن يخاف يا أستاذ سامي؟ سامي وهدان. ثم ما تنساش ان بابا هو اللي ولو المصدر فظيع. هو حضرتك تعرف بابا؟ من ابحاثه، كتبه، اخباره، يعني مش اكتر من كده. امال ليه طلبوا يوروك الجثه؟ الظاهر يبدو يعني حصل غلط. غلط ايه؟ ارجوك تتكلم. اتهيألي ان انا شفت الدكتور. فين؟ في بيروت. امتى؟ امبارح الصبح. كان لوحده؟ معرفش. كلمك؟ كلمته؟ ايوه. قلت له اسف مثلا. اسف ليه؟ عشان خبطت فيه. اسف. زي ما حصل دلوقتي بالظبط. من فضلك انا عايز اتكلم معاك، تعالى. انا ما عنديش كلام اكتر من اللي قلته. من فضلك انا ما احبش حد يمسك ايدي. ارجوك يا استاذ سامي، الموضوع في منتهى الخطوره. خلاص. كلمه واحده بس كنت اعمل ايه؟ كنت فقير غلبان واقف على ارض بتتهز بيا وانت فوق في السماء، مليون نفر احسن مني يتمنوا يوصلوا لك. مرسي. مفيش مرسي، الخيرة فيما اختاره الله. طب خلي شوية لبعدين. مفيش بعدين، يلا قدام السكات. على فين؟ على فين؟ هصلي غلطتي عشان ارضي ضميري. وقبل ما ترجع في كلامك. مبروك يا عروسة، مبروك يا عريس. تسلم ايدك يا استاذ. العفو يا ابني، بس لازم نختر الزوجة الأولى بإعلان رسمي على يد محضر. استنى استنى، بقول لك هيخطر الزوجة الأولى، لازم يعمل الحكاية دي يا أستاذ. القانون الجديد كده. على كل يا أستاذ، تخطر ما تخطرش، المهم إن هم اتجوزوا وخلاص. يلا على رأيك يا عباس. على بركة الله، الرفاء والبنين. حكاية البنين دي هي اللي مش هتحصل. قلت إيه يا حبيبي؟ ها؟ لا بقول يعني كل شيء بأمر الله.
انا مؤمن قوي بالاسم ونصيف. استاذن. عن اذنكم اوصل الاستاذ في سكتي، يمكن الاقي عريس زي القمر زي الاستاذ مرسي كده. مفيش، اصل انا نوع منقرض نادر، اخر واحد خدته سلوى. كده عن اذنك. مش انا اخر واحد خدتيه؟ اجهز العشاء للعرايس. عشاء؟ عشاء ايه؟ ده وقت عشاء؟ والنهارده برضه في مكان للعشاء؟ لو ورانا حاجات مهمه مهمه يا عباس، اهم من العشاء. اه يا شقي انت يا شقي. لا 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 لا، انا بتكسف من الحاجات دي، حتى شوف العرق بينط من راسي. طب انسحب انت في هدوء بدل ما ينط من حته تانية ويوسخ السجاده. مش نخش جوه في الدافع احسن؟ وبعدين معاك، مش احنا كنا مع بعض امبارح؟ بس امبارح كان البصل عامل عمايله، النهارده بقى انا رايق قوي وفايق قوي بقى. نفسي اشيلك على ايدي وامشي بيكي زي انور وجدي وليلى مراد في فيلم حكايه حب بتاع عبد الحليم حافظ. طب ما تشيل. يا ريت القدرات الصحيه ما تقدرش. تصبح على خير. مش فاهم. أنا هنام هنا وأنت هتنام في الأوضة التانية. وبعدين؟ بس خلاص. بس خلاص إزاي؟ أمال ال الإيه؟ الجواز يعني. آه، هما ناس المودرن بيعملوا كده، كل واحد فيهم لازم ينام في أوضة لوحده. آه، كل واحد فيهم ينام في... وحتى هما متجوزين؟ آه، حتى هما متجوزين. اه، امال لما يعوزوا يطبقوا نظريه التناسل والتكاثر بيعملوا ايه؟ هما برضو بيتقابلوا من وقت للتاني. طب ما نتقابل دلوقتي، خير البر عاجله. معلش يا مرسي، اصل انا تعبانه قوي، خصوصا بعد الجهد اللي انا بذلته امبارح عشان اقاوم رغباتك الشريره وما قدرتش. اه صحيح. تصبح على خير. وانت من اهل الخير والسعاده والهنا. ايه يا مرسي ده؟ ايه يا مرسي الامل اللي انت فيها دي؟ يا مرسي يا متدلع. مراتب اسفنج زي الواح الخشب اللي على السرير بتاع بتعه. لا والمصيبه ان ابوها كان مستقل المهر بتاعي. طيب اديني اتجوزت من غير مهر ومن غير شبكه كمان. لو ايه؟ لقطة قشطة. يا مرسي يا متدلع. وفضلت ورا البنك لحد ما خدت العملية بالضمان الشخصي. كنت قلت لي ولا كنت سهلتها لك؟ ما أنت عارف ما تخافش عليه مع البنوك. وإحنا عندنا ضيوف ولا إيه؟ هي القعدة تحلاوة من غير ضيوف يا مرسي بيه. ده انتوا انستونا. ميرسي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا. مبروك يا عريس. ربنا يبارك في سعادتك سعادة البيه. حقيقي عرفت تختار وتنقي. ربنا يخليك لينا يا فندم. ده انت حظك من السما. مرسي ابن حلال ويستاهل كل خير. شكرا يا فندم. ما تقعد يا مرسي. انا هقعد طبعا. صحتكم يا جماعة. صحتك. ها وبعدين؟ ولا حاجة. أصريت ما أدفعش غير 3 مليون. فضلت في أخذ ورد وأخيرا وافق. على طول اشتريت ودفعت ال 3 مليون. 3 مليون إيه؟ جنيه طبعا. 3 مليون جنيه؟ حضرتك بتشتري كوبري 6 أكتوبر؟ ضريب مرسي ده يا جماعه كده ولا ايه؟ فوزي ليه بيستورد فراخ؟ ب 3 مليون جنيه؟ كل شهرين صفقه بالشكل ده. يا ده انت على كده بتاكل فراخ وبتشرب فراخ وبتلبس فراخ. ما بياكلش الفراخ اللي بيستوردها. قصده بيخاف على صحته. هه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 ه
كنتش واخد بالي. يا سيدي ما تدقش. لا ما في حاجات برضه الواحد لازم يدق فيها. اللي يدق يتعب يا مرسي بيه. اسمحي كلمه كلمه. معلش على اذنكم يا جماعه. اتفضلي يا بابا. في ايه يا مرسي؟ لا ولا حاجه، بس اصل الراجل اللي قاعد جنبيكي فهمي بيه؟ ماله؟ لا مفيش، بس اصل شفته بيحط ايده في اماكن مش هي يعني كده. ايه الفكر المتاخر ده؟ لا هي مش مساله فكر متاخر ولا حاجه، بس اصل يعني مش كده حبيبي. احنا قاعدين سون فاسون. نعم سون فاسون، الأوساط المودرن كده دايما. يا سلام يا سلام، الأوساط المودرن كده دايما. طيب طيب الأوساط المودرن كده دايما خلاص. سانتوس يعني الملك مينا بقى الله يرحمه، كان ملك عظيم قوي. ملك مينا ده هو اللي وحد القطرين، القطرين اللي هم الوجه البحري والوجه القبلي يعني. اثنين. ايوه هما الاثنين. لما وحد القطرين بقى يعني ايه؟ لبس التاج بتاع القطرين، لبس تاج بقى كده عامل زي الشمامه. سربين. ايه؟ عامل زي الشمامه، تاج زي الشمامه وخارجه منه عجوره صغيره كده. كارتي. الملك رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه، الله يرحمه، كان ملك عظيم قوي وكمان، بس غاوي بقى ايه؟ غاوي بقى ايه؟ حرب وجواز، اتجوز 92 واحده. 100. 100 ايه؟ بقول لك اتجوز 92 بس. 150. يا عم 150 ايه؟ في حد بيتجوز 150؟ هو اتجوز 92 بس. 200. 200 ايه يا فهمي؟ ايه حد بيتجوز 200 واحده؟ اتجوز 92، انا مدرس تاريخ متاكد من اللي انا بقوله. معاك ايه؟ انا معيش حاجه. ليه؟ فول عز. فول ايه؟ هو الفول ده ورانا ورانا. هارد لك يا رمزي بيه. مبروك. سان فاسون يعني. رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه، غير بقى ان هو اتجوز 92 واحده، خلف 120 عيل. ما هو بقى يومهم ما كانش فيه بقى لا ازمه سكن ولا انظر حولك ولا الحاجات دي. يقعدوا يبنوا اهرامات ويخلفوا عيال. مش وقته يا حبيبي. ومرسي بيه ما بيعرفش يلعب كارت؟ لا بعرف العب طبعا. تلعب ايه؟ بلعب شلح. حقيقي حبيبي شلح. مره كنت قاعد على القهوه بعرف، كنت بلعب مع الواد بيوم النتن، ليا واحد صاحبي اسمه بيوم النتن. ابويا بقى طب وانا بلعب معاه. فخدني البيت من السكان وقعد يضرب يعني عدمني العافيه في البيت. هو بقى كان قوي البنيه عريض المنكبين، فجيب يضرب انا خليت منه، وقع اتكسرت رجله. اتكسرت رجله حقيقي يعني. انا شايف سيادتك عمال بتخسر من اول ما قعدت، امال هتشتري الفراخ منين؟ البركه في البنوك، تديله اللي هو عايزه بإشارة واحدة. كله على البنوك. كله على البنوك. وفاكرنا إيه؟ إيه؟ كله على البنوك. إيه؟ سلام يا ادم مرسي، لو حد من البهوات دول شغلك اي شغلانه مش الشغل بتاعهم، فراخ، كتاكيت، عصافير، اي حاجه، الواحد كان يبقى مليونير في يوم وليله. مصيبه ان هم ابويا وجدع زعلانين مني علشان سبت الحكومه. الحكومه. كله على البنوك، ايه؟ كله على البنوك، ايه؟ وفاكرنا ايه؟ ايه؟ كله على البنوك، ايه؟ يا لهوي! يا صبي! يا صبك يا مدعى! يا خرباتك يا مدعى! اللي حصلت يا راجل انك تتجوز عليا؟ طب وحياة النبي، ما انا قاعدة معاك بعد النهارده، شوف! ايه يا بنت ما نشوف ايه الحكاية؟ هي لسه في حكاية. يا بتعة يا بتعة، ما تبقيش طايشة ومجنونة يا نهار. اللي انا بعمله ده علشان
عليكوا علشاننا كلنا. الكلام اللي بيتقال في الحته ده مظبوط؟ عجبك؟ اصواتك فضحنا في كل الحل. يعني انت اتجوزت يا مرسي؟ يابا هو انا اول واحد اتجوز على مراته؟ ما الحاج مصطفى الجزار متجوز ثلاث، وابراهيم الفران عنده جوز وبيدور على جوز ثاني. اخرس! مستحيل تكون انت مرسي اللي ربيته. انا كنت حاسس انك بتضيع مني يوم بعد يوم. انت شطان. شطان يابا عشان عايز اعيش وعايشكم معايا في العز والخير. يغور الخير اللي يجي من وراه. وكان بيقول انه رايح يشتغل في اللي ده. يا لهوي. اتبيح يا اختي ضاع مني وراح. يا لهوي. يا متعة اصل ده مرتبط بده. العمليه كلها بتكمل بعضيها. يا ابني حرام عليك. افصل قلب مراتك وامك وابوك. دي الست مالهاش الا دخلت جوزها عليه. وانا قلت مش هدخل يوم، انا قلت مش هدخل يا بنت. تدخل ما تدخلش مالكش دعوه بيا بعد النهارده. حرام عليك. الله يا بنت. ما دام يا اخويا مش هيتفاجئ يا ستنا. خلاص كل واحد منا يروح لحاله بقى. عيشه ايه؟ عيشه ده اللي انت بتقول عليه؟ انتوا فاكرين العيشه اللي انتوا عايشينها دي عيشه؟ انتوا عايشين تحت الارض مع 6000 متر. ولو فضلتوا على افكاركم دي هتفضلوا تحت الارض على طول. وعشان تبقى المساله الصريحه قدامكم، انا ما عنديش استعداد ادفن نفسي بالحي. انا خلاص حطيت رجلي على طريق العز. اللي عايز يمشي معايا اهلا وسهلا، مش عايز سكه السلام. ما تزودش ولا كلمه. اتفضل اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني بره. يابا عيد ما تزقش كده، ما صح تحرم عليا عيشتك طول ما انا موجود. قلبي وربي غضبان عليك في يوم القيامه. بره بره. بس يا بنتي ربنا موجود. سلوى سلوى. الهانم مشغولة. وطي صوتك. مشغولة في ايه؟ معاها فهمي بيه بيتناقشوا في امور هامة. بيتناقشوا فين؟ انا مش شايف حد هنا. في وطي النوم طبعا. وطي النوم ده ايه؟ عيب يا مرسي بيه، ما يصحش. اوض النوم ليها حرمة برضه. يعني ايه يا عباس؟ يعني حضرتك تقعد هنا تتسلى عقبال الهانم ما تنزل لوحدها. السلة؟ انت جيت يا مرسي؟ اهلا يا مرسي، وحشتنا يا راجل. اصله قاعد في النادي ليل ونهار. يا ستي خليه يتمتع بحياته. قول لي يا مرسي، انت مبسوط في الجواز؟ طب استاذن انا. مع السلامه. الله يسلمك. ايه اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟ انت اتغديت حبيبي ولا هتتغدى معايا؟ كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ بسألك انت اتغديت ولا هتتغدى معايا؟ وانا بسألك كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ دي مش محتاجة سؤال. راجل وست في اوضه النوم هيكونوا بيعملوا ايه؟ مش ممكن، مش معقول. ايه هو اللي مش ممكن ومش معقول؟ مستحيل تكون كده يا سلوى. يعني انا مش اول راجل في حياتك. مش هتكون اخر راجل. امال كنت بتلطمي خدودك وهريت نفسك من العياط ليه في اسكندريه بعد ما حصل اللي حصل؟ ما انا زي غيري. ارجوك يا مرسي، مفيش داعي تجرحني اكتر من كده. أنا مش قادر أصدق نفسي لغاية دلوقتي. أنت أكيد بتهزري. هي دي الحقيقة. وأحسن تعرفها النهاردة قبل بكرة. الله. ليه طيب؟ ده أنت طول عمرك نجمة في السما السبعة. مليون نفر كانوا يتمنوا يتجوزوكي ويقدموا لك الحياة الطاهرة الشريفة. عايزني أقول لك إيه؟ عايزني أقول لك نفس الأسطوانة اللي بتقولها كل واحدة؟ عايزني اقول لك اب مريض وام عجزه واخوات غلابه؟ لا، ما كانش في اب مريض ولا ام عجزه ولا اخوات غلابه عايزين حد يصرف عليهم. كان في انا، كنت عايزه البس فساتين واركب عربيات ويبقى لي فيلا شيك زي ايدي. كنت عايزه اعيش. باختصار عملت اللي انت بتعمله دلوقتي. بس دي جريمة فظيعة. جريمة فظيعة ليه؟
عشان انا واحده ست مش كده؟ طب وانت؟ انت اللي سبت مجتمعك وبيتك واهلك وسبت مراتك، ما هيش جريمه ليه؟ صدقني يا عز، احنا الاثنين زي بعض، بس كل واحد فينا ارتكب الجريمه بطريقته. عموما دي حياتي ومش عايزه اغيرها. لو حبيت ان احنا نتطلق انا ما عنديش مانع. نتطلق؟ ايوه نتطلق، وكل واحد فينا يروح لحاله. اعتبر نفسك كنت في اجازه من الفقر كام يوم. عن اذنك انا تعبانه وعايزه استريح. جرايه بس يا استاذ مرسي، ما انت عارف ان في الدنيا مفيش حلاوه من غير نار. حتى انت كمان بتتكلم عباس. وما تكلمش ليه بس يا استاذ مرسي؟ ما انا الاخر كان حالي عدم وما كنتش لاقي اكل، فتحت عينيا وطاطيت البصله واديك شايف اهو، بقيت سفرجي محترم وعايش اخر تمام. سفرجي اه، لكن محترم ما افتكرش. يا سيدي ما تدقش في التسميه، المهم انها مستوره وجيبي مليان فلوس. كرامه الانسان وضميره. واحنا احسن من غيرنا؟ كرامه الانسان؟ اديك شايف الضيوف اللي بيجوا شكلهم ايه؟ متنازلين، جاهزين، مستعدين يتنازلوا كمان وكمان كل ما تجيلهم اي فرصه. وانت دلوقتي بقى قشيتك معدن وعالي العال، هتسيب ده كله بقى وتروح فين؟ تقدر تقول لي؟ مصيبه اللي انا اضطربت من بيت ابويا. اديك قلتها بعظمه لسانك. يعني لا شغل ولا مأوى. بلاش عين ده يا استاذ مرسي. فكر بالاداوه وسيب العجله تدور. هتبص تلاقي نفسك بقيت فوق قاعد ومدلل رجليك على العالم كله. صعب علي يا عباس. ولا صعب ولا حاجة، الحكاية بمنتهى البساطة، تسمع وتشوف من غير ما تتكلم ولا كلمة. هتطلق؟ اتفضل بعد كده لو عندك ضيوف يبقى ادينا خبر عشان ما اجيش واحرج نفسي. مرسي مبروك، انا حامل هتبقى اب. مبروك يا مرسي بيه، جالك ولد، الخالق الناطق حضرتك. بصيت له كويس يا عباس؟ الا بصيت له، طبعا بصيت له. شبهي مش كده؟ اه، واخد رجولتك وجمال الست والدتك. وكمان واخد رجولتي؟ بقول ايه؟ الهانم عايزه حضرتك، تلاقيك كنت خايف عليها قوي وهي بتولد. حد ما يخافش على مصدر رزقه يا عباس. يا سلام، هو ده الزواج السعيد صحيح. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا مرسي. عقبالك يا نرجس، لما تخلفوا الذرية صالحة من أبهات محترمين زي حالاتي. بطل هزار بقى وروح شوف البيبي في أوضة الأطفال. مش لما أطمن عليك الأول؟ أنا بخير، كلها كام يوم وأخرج من المستشفى. تعال يا مرسي، تعال متع عيلك بضناك. لا والضنا غالي يا نرجس. أنت هتقول لي؟ تعال بوريهولك. لا خليك أنت، يمكن سلوى تحتاج لك في حاجة.
طب والنبي يا مرسي وانت بتبوسه ابقى سني. الف مبروك يا روح قلبي. يعملوها كبار ويقعوا فيها صغار يا صاحبي. يا ترى انت ابن مين بالظبط؟ مصيبه انك انت نايم هادي ولا على بالك. انت هيهمك ايه؟ بقى ليك اب رسمي والمسائل اخر تمام. تعرف فيك شبه من زكي بيه؟ لا ايدك بس هي اللي شبه ايده. عينيك بقى عينين فتحي بيه. مناخيرك مناخير فهمي بيه على رمزي بيه. شعرك بقى قمر الخالق الناطق شعر الحاج محمد بتاع البسبوسه. ولسه لما هتكبر بقيه المساهمين هيبانوا. الغريبه يا اخي فيك شباب من كل الناس الا من انا. وبالرغم من كده فانا ابوك قدام الناس وقدام الحكومه. شفت الحلقه؟ المهم هي زيها هي بخير ومستناك في اوضه سبعه. طب متشكر. فين يا مرسي بيه؟ مبروك جالنا ولد. وهي؟ هي بخير مستناك في اوضه سبعه. مرسي بيه مبروك جالنا ولد وهي بخير ومستناك في اوضه سبعه. مبروك جالنا ولد وهي بخير ومستناك في اوضه سبعه. بقول لك ايه يا قمر؟ 10 جنيه اي حد معدي قول له مبروك جالنا ولد والهانم بخير ومستناك في اوضه سبعه. الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ مساء الخير. بشرفي. كنا زي اليتامى من غيرك. متشكره قوي. نورتي والله نورتي. متشكره. كفايه بقى ادوني فرصه اقول انا كمان. يا اخويا من غير ما تقول هي عارفه حلاوتها وغلاوتها عندنا. حلاوتها وغلاوتها عندكم حاجه وحلاوتها وغلاوتها عندي انا حاجه تانيه. انتوا هنا؟ ها؟ ايه الاخبار؟ مرسي بيه بيكسب زي العاده. راجل ايه حظه عالي؟ اه المكاسب هايفه يا جماعه. عايزه حاجه يا حبيبتي؟ 100 جنيه معاك. عايزاك دقيقه واحده ممكن؟ طب هلف الدور ده واجي لك على طول. انا معايا اربع نسوان ولا واحده يبقوا خمسه. تكسب يا مرسي بيه. هتكسب دي تاني؟ حظك. ولا ايه؟ طبعا حلق ده انا اساسا بتاع لعب. تعالى كملي الدور بدالك. عن اذنكم يا جماعه. اتفضل يا بيه. هكلم زوجتي حبيبتي شريكه حياتي. طبعا ام ضنايا وحبيبي. الله مش طاعه الزوجه واجب ولا ايه؟ طبعا. مش انتوا بتطيعوا زوجاتكم برضو؟ الله اكبر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا حاجه. انت بتلعبي بره وانا بلعب جوه. كل واحد بيلعب بطريقته. من امتى بتعرف تلعب؟ ما حبيتش اضيع وقت وانت في المستشفى. هما يلعبوا اه لكن احنا لا. لا حول ولا قوه الا بالله. ده بدل ما تشكرينا على اني بوسع نشاطنا وبزود رزقنا. ازيك يا فوزي؟ وازاي ماما؟ ماما لطيفه قوي. مرة تانية مفيش داعي تزودها مع أي واحدة من الموجودين. زي ما حصل دلوقتي. ليه؟ ليه الأفكار الرجعية دي؟ ما تاخد الأمور ببساطة. سان فوسون. شي إيديو. نو 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 نو. أتنسيوتي بارول.
فرنساوي؟ لا انت ما دريتيش. لا الزمن بيعلم حاجات كتير. رمزي بيه عايزك حاجه. خير يا مرسي بيه؟ لا خير ان شاء الله. واحد صاحبي من بتوع النادي، اخويا وحبيبي زي حضرتك كده بالظبط، مستورد مركب تفاح، بس تفاح ايه؟ من اللي قلبك يحبه. المركب عليها 200 طن، هما في المينا مش عايزين يدخلوا المركب قبل شهر، بالطريقه دي التفاح هيبقى طرشي والراجل هيتخرب بيته. والمطلوب؟ كلمه منك، المركب تدخل المينا وانت القرشين الحلوين يدخلوا جيبك. ده كلام. هناخد رشوه يا مرسي بيه؟ اعوذ بالله، حد جاب سيره رشوه راجل؟ دي هديه، والنبي قبل الهديه. ثم ان السلوى ملهاش خاطر عندك ولا ايه؟ سلوى في عينيا، بس دي مسألة مبدأ وكرامة. وبعدين بقى ما احنا كمان عندنا مبدأ وكرامة وقاعدين نفوت لك من يوم ما اتجوزنا، فوت لنا انت مرة. وبعدين المثل بيقول يا راكنين على قفايا قفايا من راكني داب، ساعدونا انتوا حبة لو كنتوا حقيقي اصحاب. خلاص يا مرسي بيه، تحت امرك. بكرة المركب تدخل هنا. انا احب اللون ده. ايه ده كله؟ ما تعرفيش حد في الجمارك؟ لا ما حصليش الشرف. لا كده غلط يا سلوى، لازم اتصالاتنا تكون على كل المستويات. ولا هقطع روحي في الشغل لوحدي ولا ايه؟ مرسي انا شايفه من الافضل ان احنا نتطلق. حبيبتي ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وانا عموما مش كاره. انا بقى كارهه وعايزه اتطلق. قلت ايه؟ في الحاله دي بقى قانون الاحوال الشخصيه بصفي. لم هدومك وارحلي في رعايه الله، بس ما تنسيش تكتبي على العربيه من ورا ما تبصليش بعين راضيه، ده انا هفاجئ من اللي فيا. عايزني امشي من بيتي؟ حبيبتي من غير انفعال، لازم تعرفي زي ما هو بيتك بيت انا كمان، وبيت ابني حبيبي اللي بيحمل اسمي في شهاده الميلاد الرسميه بتاعه الحكومه. ما دام كده بقى استعد للمفاجاه اللي هقولها لك. لا قولي بسرعه لحسن انا ابتديت اتخض. الولد مش ابنك. ايه ده؟ مش معقول. طب ما انا عارف الحكايه دي من زمان. على اذنك حسن، ابني حبيبي بينادي عليا شهاده الميلاد. قومي يا اشربي، سلامتك الف سلامه. ايش فيك ربنا يا اختي؟ قومي يا حبيبتي شدي حيلك. خدي يا اختي، خدي خدي ثمانية عشان خاطري. بسم الله الشافي المعافي. معلش كمان عشان خاطري يا اختي، بالشفا والعافية، بالشفا والعافية. وآخرتها يا أبو مرسي؟ صدق الله العظيم، العلم عند الله. أنا مؤكرم بالله، ما أنت كمان زودتها معاه حبتين. أنا؟ أنا يا أبو مرسي؟ أيوه، أنت مش طردته من البيت؟ طردته من عمايله. وهو يعني كان عمل إيه علشان ده كله يحصل؟ الواد ما عملش جناية، لقى نفسه تعبان من شغلة الحكومة، استقال واشتغل في أعمال حرة ومال. البركة في التجارة. ايوه بس كان لازم يتجوز على مراته ويكسر قلبها. كل شيء اسمه ونصيب، واحنا لو كنا قلنا للبنية كلمتين طيبنا خاطرها كانت قبلت وعاشت. لزوم ايه احنا بقى نفرق بينهم؟ وانت عايز الحق بقى؟ انا هتجنن وحزينة على فراقه. بس مش انت لوحدك يا ام مرسي، ربنا يعلم انا كمان حزني عليه قد ايه. ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، ده نور عين، حته من قلبي. ربنا بس هو اللي يعلم وانا بطرد من البيت كنت بتقطع ازاي من جوه، كاني كنت بطرد روحي من جسمي.
عارفه يا اخويا وحاسه من غير ما تقول، عشان كده بترجاك تروح له تكلمه كلمتين تطيب خاطره وتجيبه وتيجي. صوت عليك النبي ما تكسفني. عليه الصلاه والسلام. حاضر حاضر يا ام مرسي. وشك منور اول النهارده، شكلك كده زي ما اكون جبت تاني شويه فراخ بايظين. ما جبنا ووزعناها من زمان. وزعتهم؟ الله اكبر. اه ما كله على البنوك. كله على البنوك، هي كله على البنوك. ايه ده؟ خدود دي ولا تفاح امريكاني؟ منوره يا قمر، منورين، منور. ايه ذكي بيه؟ خف شويه مش كده؟ هاي سنت ما بتضيعش وقت يا عم، خف عننا شويه. هلا هلا هلا. اللي ياكل لوحده يزور. الله، انت هتحسدنا ولا ايه يا مرسي بيه؟ يا عم لا هنحسدك ولا حاجه، انا بس خاف على صحتك. صحتي بومب وحديد والحمد لله، بس مالكش دعوه انت. طب ماشي يا عم، ما تقوم تفرفشينا شويه، تعملي شويه جو كده بدل ما انت قاعد. اه مفيش مانع، بس وحياه ابوك مفيش داعي لحكايه الخلف دي تاني، احسن بتحرمنا من قعدتها الحلوه. بتقول لنا ليه؟ الله، مش انت تزوج يا راجل؟ اختشى ايه؟ قوم يا جميل قوم. في شرب يا جماعه، كتبت هات الشرب بتاعك. قطتي جامد، عايز تخيب جامد. مين حضرتك؟ أنا جاد الحق. أحب الحق وأموت في الحق يا سجاد الحق. أي خدمة؟ لا أبداً، بس كنت عاوز أقابل مرسي. آه مرسي بيه؟ اتفضل اتفضل، بس خد لك جنب. الله، شايفين يا جماعة التيب الجميل ده؟ أهلاً أهلاً أهلاً. معايا ولا ترقص لوحدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام، اتفضل. ايه ده يا مرسي؟ ده اصله حفله، واحد صاحبي عيد ميلاده وبنعيص له. ويا ترى مراتك انهي واحده فيهم؟ اتفضل يابا. طب استريح. اتفضل. بسالك مراتك انهي واحده فيهم؟ مين ده يا مرسي؟ أنا والد الأستاذ. آه أهلاً أوك، أنا المدام. أنا أم أكرم. الله، بيقولوا إنه والده. أنا كان عندي سفرجي يشبه له بالظبط، بس على ألف. طردته عشان كان بيسرق اللحمة. راح فين يابا؟ أنت مين؟ أنا ابنك مرسي يابا. مرسي، مرسي مات، مات من زمان، مات من يوم ما ساب بيتي. يابا ما تلمسنيش، أنا طاهر. لعنة الله عليك ليوم الدين، لعنة الله عليك ليوم الدين. إيه ده يا مرسي بيه؟ ده ابوك ده باين عليه دقه قديمه قوي. هو موديل سنه كام؟ مرسي مرسي،
اذنك. هو اهدى. اللي حصل ده مهزله. انا عمري ما اتحطيت في موقف سخيف زي ده. ما سالتش نفسك موقفي ايه قدام ضيوفي وانت بتتهان من راجل بالشكل ده؟ ده ابويا. بس كان لازم برضه يراعي كرامتك. يا ستي ما احنا اتنازلنا على كرامه من زمان. اشمعنى دلوقتي؟ يا ريتك يابا تدعي لي بدل ما تدعي عليا. ولدي ولدي جواز وسنينه. ما كنا عايشين براحتنا وفي الهنا كله. بسلامته ناوي يرقد هنا على طول؟ ده بقى له رايد 4 ايام. مش شغلك. انا عارف انه مش شغلي، ما قلتش حاجه، بس قطع الرزق وحش. مرسي
اللي فلسع بيها دي بتقول انه لا يمكن هيرجع تاني. اسمعيني انا يا اختي. قتلت ابوك يا مرسي، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. نفسي اعيش كويس زي بقيه الناس اللي حواليا ما عايشه. حبيت اكسب الدنيا والاخر خسرت الاثنين. ما سمعتش كلامك يا بابا. وحشني وحشني. سبتني لمين؟ ما بقاش في حد يسال عليا. ده انت كنت ابويا وصاحبي وحبيبي. وحشني يا بابا. نفسي اصلي الفجر معاك يا حاج. رد عليا يا بابا، رد عليا. كفاية يا بابا عذاب فراق، بلاش عذاب ضميري. سامحني يا بابا، سامحني يا حاج، سامحني يا بابا. والنبي ما انتوا قايمين. ايه عيب؟ خايفين من ايه؟ انا بكتير جوزها. يعني جوزها خايفين من ايه؟ كلنا واحد. كلنا مع بعض صنف وصنف. هنا يا مرسي. ارمي المسدس اللي في ايدك ده. ارمي المسدس؟ معقول ارميه ازاي؟ ده انا شاريب الفلوس اللي بعت بيها كرامتي وشرفي. مرسي انت مش في وعيك. مش في وعي ازاي؟ انا عمري ما كنت في وعي زي النهارده. يا مرسي بيه مفيش داعي للتهور. اي تصرف غلط منك في ساعه غضب في احراج لمركزي. اما انت راجل مسخره صحيح. بقى خايف على مركزك في الدنيا ومش خايف على مركزك في الاخره؟ ثم احراج ايه؟ انت هتموت، مش هتسمع اي واحد وهو بيلعن فيك وفي اللي جابوك. ارجوك يا مرسي كفايه كده. ما تنساش اني راجل كبير ومريض. انت مش كنت بتقولي لك انت بامبو حديد؟ دلوقتي بقيت كبير ومريض. سلام على البلاد. ما يعرفش قد ايه هو ضعيف الا وقت الشده. فاهمي بيه؟ انت عزيز عليا قوي. انا هريحك من المرض خالص. هكسب فيك ثواب. انت بتزعق ليه؟ بتزعق ليه؟ رزق كتير، رزق واسع. في 10 رصاصات هنا. تحب تشوفي؟ دي عشان فوزي بيه، ودي عشان رمزي بيه، ودي عشان زكي بيه.
دول بقى جدعانه من عندنا عشان الحبايب اللي احنا ما نعرفش اساميهم. ما تزعليش مني، هي الدنيا كده زي ما كنت دايما بتقولي، مبنيه على التنازلات. كنت استفدت كتير، ما فيهاش حاجه لما تتنازلي عن شويه من عمري. استاذن انا بقى بشرفي، لو قفشتكوا في جهنم مع بعض انتوا حرين. ايه يا صاحبي؟ هتروح فين وتيجي منين؟ عايز تعيش؟ عايز تبقى مرسي تاني؟ انا هكسب فيك ثواب، هريحك من الدنيا وبلاويها. ضحك برضه. هتعمل ايه قول لي؟ تعالى معايا، تعالى معايا، واللي هيرسى عليا هيسرى عليك. الغفور الرحيم موجود. فتحت الجلسة. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم مرشي جاد الحق أيوب بالسجن لمدة 3 سنوات، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً ووقف ما ترتب على ذلك من آثار، حيث أنه تبين للمحكمة أن المتهم ارتكب جريمته وهو في حال الدفاع شرعي عن العرض. رفعت الجلسة. شمال في البدرون. الله، مين؟ مرسي؟ مش فاكرني؟ انا فيفي.